اسمي سارة، وهذا الدفتر دفتر ماما سارة الشهير. سارة؟ سارة تعالي ساعديني. هذه جدتي ماما سارة، وبالمناسبة أنا سميتها. اترك الجوال من يدك، الطبخ يبغى له تركيز. صدور الدجاج بالكريمة مع الباستا؟ دي الطبخة اللي تحبيها. كل هذا عشاني ماما سارة لهالدرجة تحبيني؟ يلا يلا تعالي نطبخ. الله ريحتها تجنن. بهرتها بالزعتر والملح والفلفل. بس مو كان صدور الدجاج كثيرة مرة؟ لا مو كثير، هي خالتك جايين اليوم على الفطور. دجاج اليوم وباستا؟ اوه دلعتنا ماما سارة. استاهلي. او جاتك رسالة. نزلت حلقات جديدة من مسلسلك؟ ايوه، واليوم انا وانت هنتفرج عليها. بس انا ما احب اتابعه. انا وامك نحب نتابعه، واللي حيتفرج معانا اليوم حياكل من باستا الدجاج، ما في اهم من العيلة. الله على الدجاج. خلاص طيب خلاص بتفرج معكم. انت كده مية مية، الاكل احلى بلمة العيلة.